رب اغفر ذنوبنا. آمين. يا رب استر عيوبنا. آمين. يا رب توفنا وأنت راض عنا. آمين. يا رب شوفنا واحد الشفاء اللي عمرنا ما سخط علينا. آمين. الله يرحم والدينا ووالديكم. آمين. وصلى الله على حبيبنا محمد. اقتضت حكمة الله تعالى التي أجراها في الكون أن كل من يدب في الأرض أو في السماء يطير أو في البحر يسير لا بد له أن يرحل إلى يوم لا ريب فيه. ومن جملة هؤلاء من جعلهم الله تعالى خلفاءه في الأرض البشر. وإحنا إن شاء الله تعالى سبحانه عز وجل حينما يأخذ الله عزيزا منا مجموعة تاع الناس إن شاء الله تبارك وتعالى تربح. أولا يربح أمة للمصاب، فإن أصحاب المصاب المولى الكريم يرسل إليهم ملائكة من السماء تترقب ردودهم على من يأتيهم معزين، يرتفعون إلى الباري تعالى فيقول الله للملائكة أخذتم والد عبدي ديناه يا ربي، جاوه اللي عزيوه جاوه يا ربي. كيف كان يرد على المعزين؟ قال كان يحمد الله ويسترجع يقول الحمد لله وإنا لله وإنا إليه. هذه الطريق اللي ما يغضب عليها حد وقال احنا غاديين كل واحد التور دياله. فيقول الله تعالى لملائكته الذين يحضرون معنا ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. هذا الربح الأول مال المصاب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. اللي يربح خروان توما، الذين جاءوا لتشييع الميت فقد صدق أو قد ورد عن الصادق المصدوق صلى الله عليه أنه أخبرنا ما من مسلم مسلم يشهد الجنازة يصلي عليها ثم يشهد جنازة الرجل حتى ينفض الناس إلا أكرمه الله وأعطاه قراطين من الأجر، والقراط مثل جبل أحد. هذا الربح الأول. الربح الثاني أننا نتعظ بغيرنا، فالسعيد من اتعظ بغيره ومن لم يتعظ بالموت فلا وعظه الله. والثالثة أننا نستعد لهذا اليوم، فكما دفنا هذا اليوم هذا الرجل سيأتي اليوم الذي نحمل فيه أيضا عن الأعناق ونوار التراب في يوم لا ريب فيه. ولذلك كان السلف الصالح إذا جاءوا مع جنازة جاءوا صامتين، كل واحد يعتقد أنه هو المعني بهذا الأمر، فلا يعودون إلا وهم فيما يشبه من لم يبق له عقل. سفيان الثوري يجيبوه ويردوه في المحمل، يجيبوه رافد المحمل ويردوه في المحمل، ويبقى 40 يوم لا يستفيدون أبدا من علمه لأنه إنما يتعظ بالموت. هذه حناية. والثالث اللي يستفد هو هذا اللي جينا عنده اليوم وسقناه إلى ربنا، فحينما واريناه التراب سيد النبي صلى الله عليه وسلم كما دفنوا واحد الصحابي كان غير يدفن يجي خارج، لكن على غير عادته دفن أحد الصحابة من الأنصار فجلس على الأرض وأخذ عودا ينكت به على الأرض وقال لمثل هذا فأعدوا سلوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. طلبوا لخوكم باش يثبتوا ربي راه الآن يسأله الله سبحانه عز وجل. إذا فإحنا جينا هنا باش ندعو الله تعالى ليثبته.
احنا جينا هنا ان شاء الله تعالى لكي ندعو الله ونجأر الى المولى لكي يثبته. هنا الان منين دخل تحت التراب تعرفوا الان واسمه هو الامنيه ديالو؟ شكون اللي يعرف الان واسمه هي الامنيه ديالو الان؟ واسمه هي الامنيه ديالو الان؟ ان يعود الينا ويقول مره واحده لا اله الا الله، ولا يصلي ركعه واحده، لان حيله بينه وبين العمل. احنا مازال باقيين في الدار ديال العمل ولا حساب، لكن عندما تخرج الروح ويدفن الانسان اش كيقول؟ حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت، كلا انها كلمه هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. كان الربيع بن خثيم قد حفر قبرا في بيته، تلميذ بن مسعود، وكان في كل ليلة يدخل إلى القبر فيقول لنفسه: ها أنت الآن في القبر وستأتينا حتما في يوم لا ريب فيه وتقولين ارجعوني. فيخرج من القبر يقول: وها رحنا رضيناك، ورينا يا هذا النفس من نفسك خيرا لربك قبل ما تجي هنا يا وتموتي وما توليش. فكل من أحياه الله إنما مد له الأجل من أجل أن يعود إلى الله، أن يتوب إلى الله، أن يرجع إلى الله، أن يصالح مع الله. أمة محمد غفلت عن الله، أمة محمد تركت الصلوات واتبعت الشهوات، بناتنا تعرت، دماؤنا سفكت، ابتعدنا عن ربنا. فمتى نعود لربنا؟ والمولى يقول: فلولا إذ جاءهم بأسنا تذرعوا، انحبس الماء من السماء وأجدبت الأرض، أولم تفق يا ابن آدم، أولا تعرف أن ربك إنما يريد من وراء المصائب التي ينزلها عليك أن تعود إليه رحمة منه بك، كرحمة الطبيب الذي يبقر بطنك من أجل أن يزيل غدة خبيثة من جسدك. سيدي ربي نرجع إلي الآن، كاين شي حاجة اللي تنفعه؟ ماله خلاه إلي عنده وليداتها وما جاوا صالحين يروحوا، فما الذي يبقى معه؟ إنه ما قدم صلاتك يا وليدي، صلاتك إلى ما صليت حتى تكون تحت التراب. قول لي الله يخليك شحال غادي تعيش حتى يديروا فوق 60 تحت التراب عاد تبقى تقول له ردني نصلي؟ سيدي ربي نسيتو كاع حد النسيان يا اخ الاسلام. صدقك مع الله، زكاتك التي افترض عليك الله، ابتعد عن كل ما يستجلب سخط الله، مجالس الغيبه، مجالس النميمه، العدوان على حقوق الناس. هنا هنا في هذه الدار اذا دخلت اليها جاءك ملكان فاقعدانك وأجلسانك، فإذا برجل صبوح الوجه يجي لك تقول شكون أنت؟ كنت أعتقد أن أكون وحيدا. قال: أبشر، أنا يو عملك الصالح، أنا عملك الصالح، أبشر بأفضل يوم منذ ولدتك أمك. أنا أندفع عليك، أنا صلاتك، أنا صيامك، أنا صدقك، أنا اتقاؤك لربك. وإذا كان عكس ذلك، إذا به يرى وجها قبيحا يأتي إليه ويقول المقبور: من أنت يا صاحب الوجه القبيح؟ فمن مثلك لا يأتي إلا بشر. قال: أبشر بأسوأ يوم منذ ولدتك أمك، أنا عملك الشرير، أنا عملك القبيح، أنا سرقتك، أنا ظلمك، أنا تركك للصلوات. هنا هنا يتفاضل الناس، لا يغرنك أن القبور مستوية، فبين القبرين فرق لا يعلمه إلا الله. فمن القبور من هو روضة من رياض الجنة يرفل المؤمن في حللها، وبجانبه قبر يشتعل نارا. هكذا قبر في عمل صالح يحول إلى روضة ديال الجنة، وقبر فيه ذاك العبد كان غافل عن الله تشتعل قبره نارا، واحد حذا واحد، ولا يشعر المنعم بالمعذب ولا المعذب بالمنعم. عملك عملك، عملك عملك يا ابن آدم، راه ما ينفع غدا لا نسب ولا حسب ولا فلوس ولا رشوة ولا ولو. فمن يعمل
قراو سيادي الطلبه زلزله، فمن يعمل ومن يعمل، ونضع الموازين القسط ليوم القيامه، فلا تظلم نفس شيئا، وان كان حب مثقال خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. ارفعوا ايديكم للسماء، لا اله الا الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وعلى جميع من والاه. يا رب اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا منه تفرقا سالما موفقا من الشر معصوما، ولا اجعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم ارحم والدينا وارحم اموات المسلمين، لا يعذب شي واحد من امه حبيبي رسول الله. اللهم لا تمس مسلما حتى تتوب عليه. اللهم اشف مرضانا، اللهم فك اسرانا، اللهم اقض حوائجنا، اللهم اصلح اولادنا واصلح بناتنا واصلح نساءنا. اللهم ارفع الحصار عن اخواننا في غزه، وانصر اخوتنا هناك المرابطين في المسجد الاقصى، وانصر اخوتنا في الشام، اخوتنا في مضايا في سوريا لا يجدون ما ياكلون، واموال الامه عياذا بالله تشتت فيما لا يعود على العباد من نفع لا في الدنيا والآخرة. الله يرحمهم ويفرج عليهم، الله يفرج على أخوتنا في كل مكان، الله يجعل سيد ربي يكون معهم. هذا الذي جئنا لأجله أخلصوا له الدعاء. يا حبيبي يا ربي، يا سيدي يا مولاي، ما كناش ناويين نكونوا هنا في هذه الساعة. انت يا حبيبي اللي تستحي اذا رفع العبيد الظالمون مثلي ايديهم اليك ان تردها صفرا، فها نحن قد برزنا اليك ربنا، وعند عتبتك انخنا، ليس لنا رب غيرك ندعوه، ولا اله لنا سواك نرجوه. نسألك بأسمائك الحسنى كلها وصفاتك العلى كلها، وباسمك العظيم الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا استرحمت به رحمت، أن تستقبل عبدك هذا بفضلك وكرمك، وأنت ضاحك إليه وراض عنه. اللهم نور قبره، وثبت حجته، وسدد لسانه، وأوسع قبره. اللهم يا ربي نسألك أن تبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله. اللهم يا رب اجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم ارفع منزلته في عليين. اللهم اجعل منزلته مع المرضيين من عبادك النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم أكرم نزوله، اللهم وسع مدخلاه، اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقيه من خطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسله من خطاياه بماء وثلج وبرد. اللهم ارحم هؤلاء الذين يجاورونها في هذه المدينة، الله يدخل عليهم بالرحمة، لا يعذب شي واحد من هذو اللي راه يتعذب من أصحاب هالمدينة، الله يرفع عليه العذاب، واللي راه في الرحمة الله يزيد له رحمة على رحمة. اللهم ارحم جميع أموات المسلمين، اللهم ارحم جميع أموات المسلمين. الله يجعل سيدي ربي حتى احنا ذاك النهار اللي يجيبونا ويسوقوننا إلى مثل هذا الموقف ظالمين مذنبين ويهال علينا التراب في يوم لا ريب فيه فيتخلى عنا الخلق. هناك ربي لا تتخلى عنا، هناك ربي ارحم غربتنا وأذهب وحشتنا ونور قبرنا وثبت حجتنا وسدد لساننا وأكرمنا، فلا كريم إلا أنت. حينما تغلق دوننا الأبواب ولا يبقى هناك إلا بابك يا تواب، ويفترق عنا الأهل والأحباب، فليس لنا إلا أنت يا تواب. ارحمنا ارحمنا، لن يرحمنا غيرك، ارحمنا يا رب، ارحمنا أحياء وميتين. ملي المصاب اللهم أجرهم في مصابهم واخلفهم خيرا منه. اللهم أمدهم بمدد من عندك، اللهم اسكب السكينة في قلوبهم، اللهم اجزل لهم ثواب الصابرين، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وانتم جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، وجعل خطواتكم في ميزان حسناتكم، وجعلها شافعة لنا ولكم. الله يجعل سيد ربي الناجي فينا غدا يوم القيامة يأخذ بيدين خوت. الله يرحمنا بالمرحوم فينا، الله يجعل بهذا اللقاء اللي لقانا الله بلا ميعاد وكيجمعنا هنا يا يجمعنا غدا بحبيبنا رسول الله. يا أكرم مسؤول ويا خير مأمول، وصلي اللهم وسلم على حبيبنا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير.